حكينا هلأ من شوي عن فترة التعاطي والتونيل الطويل اللي فت فيه جوليان، وين كانت نهايته وكيف قدرت تطلع من المخدرات؟ نهايته كان تقريباً بعد ما توفى بي بديك الفترة، يعني الظروف اللي كنت فيها، يعني ما رحت على دفن بي. هيدا بدي ارجع لها، لانه هي لوحدها شكلت لي صدمه. بس بنحكي كيف طلعتك، لنعطي مثل انه الواحد قد ما يفوت بتونال ممكن يطلع منه، بلكي حدا يقدر يستفيد. هو كان من الاسباب اللي دفشتني، يعني شفت امي مكسوره ولوحدها، وحسيت انه انا لازم اعمل شيء، لازم انا اعمل شيء بس لحتى ما اخسرها، ما بدي اخسر امي كمان. فمن هون انا، يعني ما بدك تزد لحزن عليك، بدك انت تصير انسان نظيف وقوي لهي تشوف حالها فيك. مش ضروري تشوف، انا عارف يمكن ما تشوف حالها فيي، بس على القليله ما تكون عتلانه همك، ما تكون مستحيه حتى، عرفتي؟ ما يكون في عار، ما تكون مستحيه فيك. ايه وصلت انه امك تستحي فيك؟ ابدا، بس ما بدي انا، يعني لا، يمكن هي جواتها يمكن هي مستحيه، ولا بس ما عبرت ابدا، ولا مش لإلي ولا لاي حدا تاني. بس كنت تشوفها مقهوره، لانه انت أكيد. بتاريخك ان كان والدك الله يرحمه او امك او كل القراب منك عندك جبهه رفض عليهم، انه شو ما بيقولوا صح. انت اللي صح وبس. صح، بس يعني انا بهالمرحله لغايه الرفض نهائيا، يعني صرت تروح على البيت اكثر، تقعد حد امك اكثر. وحتى صرت اغمرها اكثر، فيزيكلي اغمرها اكثر. وانا صرت اعرف قيمتها يعني بهالمحل. رحت لسيكولوج، حدا ساعدك؟ لانه انا بعتقد انه كل اللي صار معك اكيد فكرت بالانتحار. اكيد بفكر فيها، بس بتفكر فيها ولا فكرت؟ فكرت فيها وبفكر فيها، بس فكر فيها كتفكير. هلا يعني اليوم بعدك بتفكر أكيد فيها؟ اكيد اكيد، لانه انا فنان محروم من انه يمارس فنه، وهيدا اصعب شيء على انسان يكون عنده موهبه وما قادر يشتغل فيها. ايه بس بدك تشتغل على الموضوع جوزيف، يعني هاي النقطة اللي عم نحكيها، دور جوزيف صديقك حدك، ودور كل الناس اللي بتحبك، ودور امك كمان. حكي هين، وانت لا، حكي هين، عرفت؟ الحكي هين كثير، بس انه لما تكون انت حدا بلاك ليستد، يعني مثل ما بيقولوا على اللائحه السوداء، شو ما تعملي بالنهايه ليتس بي ريل، يعني الواحد يكون واقعي.